السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خصكم خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديده، جوله في محل اكسيون. نعم، التخفيضات الجديد ولا كاين شي هول انشاركو معاكم. غادا ندخل مباشره في الموضوع التخفيضات اللي لقيت. صراحه داكشي ميزيغابل. فقط مثلا كان هذا يقدر يعجب الوليدات ديالكم، ديال الروس يعني ترسموا وتلونوا، اورو 39 كانوا للعيبات. كانوا كذلك هاد الشميعات اللي عاد خرجوا جداد ودايرينهم في الانكيبوط، حتى هادو ديال اللي تعطيو الريحه زوينه قال لك في المنزل، دايرين لهم اورو 99. الا كان يعجبكم كولغاتا هو كاين في التخفيضات. كاينه هاد الاله اللي تتنشف صباغه الاظافر بسرعه قال لك ديال ميديزانا، حتى هي دايرينها في الانكيبوط، يعني 9 اورو 95. المهم انا جاني داكشي التجميلي هو اللي كان طاغي، ديزينفيكسيون سميت لهادشي ديال التعقيم، حتى هو كان في الانكيبوط. بالنسبه لعاوتاني شنو لقيت اخر؟ فوطات كما تتشوفوا، كانوا الوان مترو في مترو 80، 6 اورو تيديروا 49. كانوا في الوان اشكال مختلفه. لقيت كذلك هاد السريبسات اللي تيديروا اورو 99، كاينين 3 في الباكيه 50 في 70، وكاتبين 100% قطن. لقيت تحت هادو ديال الاذنين، وهاد المهم هاد الماركه الا كانت تعجبكم 68 سنت، لي كوتون باتس هادو ديال اللي كتعرفوا كتحيدوا بهم الميكاب الى غير ذلك. المهم هادو شريتهم بجوج لانه جاوني صراحه الثمن مناسب جدا. بالنسبه لعشاق ماغوسيا، هاد العطر هذا اودو تواليت 8 اورو 49، راه كاين دابا حاليا في التخفيضات. غادا ندوزو دابا اخواتي للجديد، ونبدا لكم بلاصه ديال الشموع. هنا صراحه لقيت بزاف بزاف باش نبدا لكم. غادا نبدا لكم بهاد الجوج هادو، اللي وحده سميتها عنبر فانيلا وحده سميتها رومانتيك بوكي. شميتهم بجوج، حقا اللي عنبر فانيلا صراحه توقعت منها الكثير، حتى شويه ناقصه. عجبتني كثر رومانتيك، ولكن ماشي لدرجه نشريها، خاصه حتى الثمن ما شجعنيش، لان الثمن ديالها 2 اورو 99 تقريبا، 3 اورو كما تتشوفوا. ولقيت غير هاد اللونين فقط، وحداهم نيت لقيت جديد اخر ديال الشموع هادو كما تتشوفوا، جاءوا في هذا الشكل 3 الالوان 3 اورو 99. هادو راه كبارين شي شويه، واخا هما هنايا كيبانوا صغار، لا هما راه كبارين شي شويه. لقيت كذلك هاد الشميعات هادو اللي بانوا ليا جداد، الثمن ديالهم 2 اورو 99. غادا ندوزو دابا البلاصه ديال الاواني، وهاد البلاصه تتعجبني وتتعجبكم. اول حاجه اثارت انتباه هما هادو اخواتي، شخصيا عمري ما شفتهم، فهم هذاك الزواق بحال الهندي بحال ما نعرف شنو. كانوا 3 ديال الالوان، الثمن ديالهم 4 اورو 99. انا متاكده البنات غادي يقولوا لي لا راه كانوا عاودوا جابوهم. المهم انا اول مره نوريهم لكم اخواتي في القناه. بالنسبه للقطر ديالهم 24 سنتيم، هاد فيهم داك الزواق هندي ياك البنات. المهم كما تتشوفوا مبوطين. صراحه ما عجبونيش، ما عجبو انا شخصي، رايي شخصي والصريح. وحق راهم زجاج، وكانوا 3 ديال الالوان بالضبط، يعني لا عجبوكم نتوما ها نتوما راكم تتشوفوا، راه عاودوا جابوهم ولا جداد ولا الله اعلم. المهم قلت نوريهم ليكم. في المكان ديال المنظمات لقيت هادو اخواتي، اللي هما زجاج اللي تديروا فيهم العدس، الحماص، القهوه، الشاي، السنيده، اللي بغيتو. الثمن ديالهم اورو 99، كانوا في الكري، وكانت اللي راسها جولد. بانوا لي اخواتي العزيزات حتى هادو جداد، شخصيا عمري ما شفتهم، ولا من شحال هذا 2 اورو 49. يعني المهم شوفوا انايا غادا نوريكم على حسب القناه ديالي شنو مازال ما وريتكمش. فهادو هما الالوان ديال لي سوب، كاين الخضر، كاين هاد اللون صراحه زويونين تيبانو، لكن عندي اختكم عندي هادشي. المهم شنو اخر عاوتاني بالي الجديد؟ هادو هاد الزليفات هادو مكتوبه فيهم ال 2 اورو 59 تديرو، وحده جات في هذا الشكل وحده هكا مخططه، ممكن يجاوكم البنات. سولتني على درجة الحرارة، شي حاجة تعبر درجة الحرارة البنات، راه كاينين هادو انا خديتو من ايكيا صراحة، صدق صدق زوين، يعني لحد الان ما خسرش ليا، ولا خسر نديه ليهم لان فيه عنده الكارانتي. المهم ما عليناش، قلت نوريه ليكم حتى شوفوا البنات. هذه بنتي جديدة مربعة صراحة زوينة بلاتي، كاينة في اللون هكا في الزلبة، وكاينة في الجولد كدير 4 اورو 95 تنظن غيتقشروا ياكم وما نعرف. بعدا كاينه ها نتوما سبرينغ فورم مربع البنات، حتى هو بعض المرات والله الا كتبغيو حلوه هكا ما غادا ناخذ ليا شي واحد، ما عندي حتى واحد مربع. ناخذ ذهبي حيت بجوجهم يقدروا يتقشروا نفس الشيء.
شوفوا البنات شنو لقيت، جميله كبيره تبارك الله، دايره بحال البرمه، نسميها برمه ياكو، 16 اورو 95 فدين. المهم هذه اللي عندكم الكسكاس ديالها تجي برمه، يعني تشريوها هي وتشريو الكسكاس بوحدو وتجي برمه خطيره، برمه بالكسكاس. خاصنا الكسكاس. المهم شنو بان لي عاوتاني جديد، بانت لي هاد السيت هذا فيه 7 ديال لي بياس البنات، بان لي حتى هو جديد والله اعلم. المهم غادي نوريه لكم 26.95 تيدير فيه 7، كاتبين ايدلشتال اينوكس اينوكس ما كاتبينش، وكاتبين يليق لهاد جميع انواع ديال البوطات. واش حتى الاندوكسيون؟ لا لا، الغاز الالكترو. المهم تقدروا ديروه حتى في الماكينه ديال الاواني. هادو البنات كنت شريت منهم هذاك النهار بزاف بزاف، حيت ولاو عندي المقالي بزاف بزاف، تينفعوا البنات كديروهم وسط ما بين مقله ومقله، كديروا هادي علاش باش ما تجرحش ليكم، حيت الا تجرحت الله يستر تقدروا تاكلوا هذاك الشيء اللي لداخل، ويدي يؤدي هاد المساله تؤدي الى سرطان. المساله راه معروفه بزاف، حيت هاد المقالي عندهم واحد الشيشت الا قصوه مصيبه وكليتو، يعني مشى لكم. المهم ردوا بالكم، ف ما بين المقله ومقله ديما ديروا هادو هاد اللعيبات، ولا ديروا شي حاجه اخرى. المهم ضروري ما بينو بين خاصها تكون شي حاجه، نقول لكم علاش، حيت اللور ديال المقله كاين اللي تيكون سامبل رطب وكاين اللي تيكون حرش، وانتم ما تتردوش البال، فتتحطوا واحد فوق واحد وواحد يجرح واحد. تنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. المهم قلت نقولها لكم في اطار المحافظه على الصحه. لقيت هاد الماسة البنات، هادو بحال ديال المغرب، كنا انا شخصيا كنت نقي بهم بزاف عند ماما، فكيديروا تعلو 70 سنت. غادي ناخذ لي واحد الباكيه، هادو ما عرفت واش كانوا ولا عجبوهم، ولكن ان فوا تنشوفهم انا في ما شفتهم اختكم تتشريهم، تيدوزو وقيتهم وصافي سترميهم. كيسان ديال الزاج ديال العباره البنات في بلاصه ديال جيت الحلويات 2 اورو 43 تيدير. المهم قلت نوريه لكم 2 اورو 43 زجاجه البنات، زجاجه انتم سمعوا. قيس هادو في الوان مختلفه 2 اورو 99، الخضر الغوز والزرق. تعجبوني البنات يكونوا بغلاقتهم، اي حاجه تكون بغلاقتها تدخلك شي حشره ولا شي مصيبه. المهم نجيو للبلاصه ديال ليكوغ، صراحه بان لي داكشي كان يمكن يقدروا يكون هادو جداد 3 اورو 49 تيديروا، تيبانو سيوس زويونين صراحه، هادوك الصغيورين ما عرفت علاش يعجبوني، ولكن ما تنعرف شنو ندير فيهم، تعمر البلاصه بدون فائده. هادو عاودوا جابوهم، هذا متاكده فايته شايفاهم وفايته موريهم لكم في واحد الفيديو. بعد المرات هادو خاصنا نشوف شنو هاد العجب. قال لك هادي ديال هادي ديريها فوق الطبله وعاد ديري فوق الاخر. المهم كدير 2 اورو 99 بحال دابا، هادي جديده ما عمري ما شفتها. عاوتاني حتى هادو ديال البامبوس ديال داكشي ديال المجوهرات، تلفت لي الهضره المجوهرات البنات، اللي عندكم شي مجوهرات خشيوهم هنايا. المهم داكشي تراديسيونيل. بانت لي هادي البنات ديال الحمام 14 اورو 95 تدير، راهي شوفوا كيما في الصوره تماما، فيها ثلاثة ديال الطبقات، واقيلا من الفوق هنايا صغيرة وغادا وتات كبار، يعني ماشي غادا نيشان، مي تتبان زوينة صراحة. وكاينين هاد الجوج هادو تيديرو 18 اورو 95، كاين عاوتاني هادي 13 اورو 95. المهم بحال هكا بالنسبة أخي الطالب أختي الطالبة. ديال الواحد ملي تيكون غادي يرحل الله يلا بحال هذا الشيء، الواحد يلوحو ويتهنى منه ويشري حاجه جديده. انا في نظري نكون طالبه نكون تنتنقل بزاف ما عنديش استقرار، البنات ننصحكم ما تبقاوش تشريو تكجكجو الكجكيج الكجكيج، ملي تبغاو ترحلوا تتوحلوا تتوحلوا بالمعقول. فاخي الطالب اختي الطالبه اكسيون بارك عليكم، نيش ما تخسروش فيه الفلوس بزاف، ولا خسرت ما يبقاش فيكم الحال. والبنات عتقوا شحال هادو فنين غزالين تيبانو. المهم انتم شوفوا الصوره باش تفهموا، تعلقوا فيها شي نبته تدير بحالك، حمقوني زوينين زوينين البنات والله الا رائعين، وخاصه هاد الذهبي
عرفتو نعلقهم في داكشي ديال البالكون. يا سلام، وندير فيهم هاد الوريضات اللي تيفيضوا تيوليو بحال هكا هابطين لتحت. واو زوينين بزاف بزاف، كيديروا غير 5 أورو 95. كنا لقيت ذهبي بزاف، كنا خديت منه بزاف. دونك دابا شنو ناخذ البنات؟ الكحل. يا الهي، ولا نمشي نشوف في اكسيون واحد اخر الا لقيت ناخذ ذهبي. نبقى دابا نفكر، يلا فكروا معايا فكروا معايا. المهم واعرين بزاف، عجبوني عجبوني عجبوني. كانوا هادو اخواتي هما مشترياتي اللي شاركت معكم مباشره من المحل. الحاجه الوحيده اللي نسيت ما وريتهاش لكم هو هاد الغوكساك ولا ساكادو، اللي مميز فيه انه ديال مثلا ديروا فيه العصير، الحليب، الفواكه، الغداء ديالكم، المهم بيكنيك البنات. هذا ديال اوس فلوغي، الثمن ديالو جد جد مناسب، 5 أورو 95، تيهز 14 لتر تماما كما في الصوره. جاء في لونين، كاين الكري وكاين داك الزرق بارد. فالمهم قلت هو نوريه لكم الا كنتو مهتمين. دابا غادي عرفتو مع ديك البطاقه ديال 9 الأورو كاينه الاوس فلوغي ان شاء الله، مع انه واحد البنت، المهم خاصني نتاكد من واحد الخبر ونقول لكم شنو كاين. المهم اخواتي دابا عاد نقول لكم وصلت لنهايه الفيديو ديالي، تنتمنى انه نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.